داعش مؤسس مؤسسة آفاق المعرفة بمدينة اليوسفية، رئيس المكتب الإقليمي لرابطة التعليم الخاص لإقليم اليوسفية، وعضو المكتب التنفيذي، وكذلك نائب رئيس الجهوي لجهة مراكش السفي. بين التحديات والطموحات وتجويد التعلم حملت على عاتقها الرابطة التعليم الخاص بالمغرب هذه المسؤولية لتجويد التعلمات على النطاق الوطني ولتجويد المدرسة المغربية بشقيها. فمن أجل ذلك أخذت سلسلة من اللقاءات لتعريف وطرح مواضيع ذات صلة تربوية وتجويدية للعملية التعليمية، وقامت بلقاء جهوي بجهة بن ملال سطات، وتبعتها بلقاء جهوي آخر بمدينة دار البيضاء، وتلاها لقاء آخر جهوي بجهة أكادير ماسة سوس، وكذلك جاء الدور على إقليم على جهة مراكش السفي. فكان الشرف للمديرية الإقليمية لقلعة سراغنة أن تحتضن هذا اللقاء تحت شعار بين التحديات والطموحات تعليم مغربي جيد من أجل تنمية محلية مستدامة. فكان هذا اللقاء عرس لعدة تدخلات وعدة طروحات لناس مختصين في ميدان التربية والتعليم، ولقى هذا الحفل نجاح الحمد لله بنوعية المواضيع التي نقشت وبنوعية التدخلات والمناقشة التي طرحت في هذا الملتقى. فما لا يفوتني أن أذكر بأن في نفس السياق سوف تقوم جهة الشرق بلقاء مماثل إن شاء الله من طبع الحال بمواضيع مختلفة وأطروحات أخرى بمدينة الناظور يوم 24/5/2024، ويليه لقاء آخر إن شاء الله بالرباط نهار 1/6. ودائما كل هذه اللقاءات تصب في موضوع ألا وهو تجويد التعليم ببلادنا خدمة للناشئة. والسلام عليكم ورحمة الله. سي القباش، ملتقيات جهوية وإقليمية متعاقبة وكثيرة ومتنوعة، ما هو مبررها؟ هل هي يقظة أم أنها تدخل في طور مسيرة مستجدات حديثة أم لها مبررات أخرى؟ وهو في الواقع لابد أن نتبع المتجددات التي هي قائمة، ولكن لكي تكون الجودة يجب علينا أن نكثف من هذه اللقاءات، لأنها تصب في نفس الوقت تكوين للناس المسؤولين على قطاع التعليم. فبهذه العروض وبهذه اللقاءات وبهذا يتم تحسين هذه الجودة. فهناك إكراهات وهناك مسائل تفرض نفسها. الآن كاين عدة مستجدات، فيجب أن نكون على اطلاع وعلى علم بها. فهذه اللقاءات كلها تصب في هذا الاتجاه. شكرا لك سي قباش. شكرا.